من جهته أكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أن التوصل إلى اتفاق أعلى مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي جاء نتيجة لمناقشات مثمرة بين السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد، والذي اتفق فيه الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني. وأضاف محافظ البنك المركزي أن الوصول لاتفاق مع صندوق النقد سيعزز الاستقرار للاقتصاد الكلي وتعزيز السياسة النقدية، مضيفا أن البنك المركزي يستهدف مضاعفة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال السنوات الأربع المقبلة. سيعزز ذلك الاتفاق من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرا. وعلى جانب السياسة النقدية، بدأ البنك المركزي المصري في تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف، بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري. والبنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام، حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية في كل من الأربع سنوات القادمة. وإن شاء الله احنا بنستهدف على الأقل مضاعفة الاحتياطي بتاعنا في هذه الفترة. ولقد أعلن البنك المركزي المصري اليوم أنه سوف يتم تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وسوف تهدف السياسة النقدية إلى خفض التضخم تدريجياً حتى يصل إلى حدود التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي، والتي سوف يتم الإعلان عنها نهاية العام إن شاء الله.